اليوم رح أورجيكم كيف تحطوا اللبستيك بطريقة النجمة. أهم شيء نبلش بشفايف مرطبين وناعمين، لهيك رح نستخدم فرشاة أسنان لنشيل أي تقشرات. ومن الأسرار استخدام هايلايتر كونتور حول منطقة الفم لتبرز التضاريس وتعطي عمق أكثر ويبرز التم. الفاونديشن رح يشيل أي تصبغات على الشفايف ليبين لون اللبستيك الحقيقي. قلم التحديد كتير مهم، نرسم فيه اكس، بنحدد الجناب ليبينوا اكبر، ومن النص بنعمل الخطوط ليبينوا املى. بنستخدم حمرة بلون درجتين افتح وبندمجه. بنثبته بباودر من فوق فاينة، وبناخد شوية جلاس وبنحطها بس بالمنتصف ليلقط الضوء ويبينوا شفايف املى. اخر شيء بننظف بكنسيلر لنحدد الشفايف اكتر. وبهالخطوات البسيطة رح تلمعوا مثل النجمات.